انت عاوز المستريح؟ قوي مستريح قوي. امورني معاك كام؟ معاك العقيدة اشرف البدراوي وقال عمك. لا مؤاخذة بشوية، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. حاجة ساعة بسرعة يلا. بس يا ابني جنب بلاغي ان انت بتاخد فلوس الناس وبتنصب عليهم، الكلام ده حقيقي؟ انا؟ لا يا باشا ما حصلش الكلام ده، انا تاجر وفي حالي يعني، بشتغل بفلوس يا باشا. وبعدين اللي بيتقال ده كذب وافتراء من اعداء النجاح. يعني انت بتاخدش فلوس من الناس وتديهم فوايد؟ لا يا باشا الكلام ده بتاع البنوك الكبيره، انا راجل شغال بالفلوس اللي حلت يعني، وربنا بيكرم اخر كرم يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا معلم، انا عيل صغير وبرجع في كلمتي، بعد اذنك محتاج فلوسي. ايه ده؟ واخد منك فلوس؟ ده هو قصده فلوس الجمعيه يا باشا، اصل الناس هنا لا مؤاخذه ظروفها على قدها، بندور حوار الجمعيات عشان نفك الزنقه، ربنا يفك شر الزنقه بقى. ناس ايه وجمعيات ايه؟ مفيش جمعيات مفيش الكلام ده، الراجل ده واخد مني فلوس على اساس ان هو يشغلها يا ابني. افتكر كويس فلوس الواد ده مطرطش يا باشا. ولا افتكر يا باشا، مفيش الكلام ده، مفيش جمعيات. الجمعيه يا باشا، الجمعيه هو مش الجمعيه. فلوس الجمعيه، انا عايز فلوس، انا عايز فلوس الجمعيه. خلاص يا ابني انا بتكلم، ادي فلوس الجمعيه يا باشا. ادي له فلوس الجمعيه اللي اخدك على الحبس يا باشا. فلوس الجمعيه يلا، طالما فيها حبس نقبضه الاول كمان. يلا اخلص. حاضر يا باشا. حاضر يا ناس يا منطقه، اللي عايز فلوس من رجل المصاص ده يجي ياخدها. هتتحبس بس. صلى على النبي. بس كل مع اخواتك جوه. مش راضي يشتغل برضو؟ شكله باظ لما وقع وانا بجري ورا البيه. بالحق انت كنت بتجري ورا الواد ده ليه؟ البيه؟ ايه؟ البيه كان بيزعل اخته بس انا صلحتهم، مفيش حاجه يعني، كانت مشكله بسيطه كده. وبعدين يا عمي انا وسليم يعني بنحب نجري ورا بعض كل ثلاثه عشان نمارس الرياضه. يعني مفيش مشكله الحمد لله. كلها ساميه. تسلم ايديكي، تعبناكي معانا. دي حاجه بسيطه. انا لو اعرف ان انتوا جايين كنت ذبحت جدي. حلاوه زيارتكم. ربنا يخليكي. طب ما يلا سامي بقى عشان نلحق نرجع. لا 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 لا، تمشوا تروحوا فين؟ ده مرات عمك النهارده مظبطه لكم الاوضه البحريه وهتقضوا لها زي الفل ان شاء الله. لا معلش احنا مش عاملين حساب نصلي. طب احسن برضه. لا احسن ايه، عمي بيتكلم صح على فكره، ما جاتش يعني على سواد الليل، خليني يا اخويا نمشي الصبح احسن. صح يا سامي، مش ده عمك الحرامي اللي كان نصب عليكم من شويه؟ ايوه يا اخويا هو الحرامي، بس بيني وبينك الطريق بالليل مليان كمان، الصبح امان اكتر، وبعدين ده في بسله وجزر وشغل عالي. لا خلاص يبقى بنات احسن. طب اقول لكم ايه، انتوا لو جايه منكم في بيات وكده انا مضطر اهبق وارجع انا عشان الشباب مستنياني على القهوه. طب ما تقوم تمشي، انت في حد فينا كان مسك فيك؟